السلام عليكم حبيبات الغاليات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل الملاح وبصحه وبخير وعافيه. ان شاء الله تجوزوا نهاركم مبروك، وان شاء الله تجوزوا رمضان يعني مبارك. جيتكم بوصفه رائعه جدا لصبغ الشعر بطريقه يعني منزليه. راح تصبغي شعرك في المنزل فقط بدون ما يعني تستعملي صبغه كيميائيه. هنستعملوا مواد طبيعيه يعني رائعه جدا. هذه الوصفه راح تعطيك اللون البني الفاتح، لون رائع جدا. كثير من الفتيات يعني يحوسوا على هذا اللون ويكون يعني طبيعي للشعر تاعهم، لان هذه الوصفه راح تكون مقويه للشعر، كذلك تخلي الشعر ينمو تاعنا. يعني وصفه هايله بزاف. ولكن قبل ما نبدا في الوصفه نتمنى كل واحد خلى عندي جديد للقناه، ما تنساوش تشتركوا في القناه، كذلك ما تنساوش تفعلوا الجرس ليصلكم جديد او جنان. نبدأ من أول مكون. راح نحتاج يعني صفار بيضاء واحدة فقط. ثم راح نحتاج كذلك إلى زيت الزيتون، زي لأن هنا يا البنات نحتاج إلى زيت الزيتون. وراح نتحدث عن أن الصفار يعني مفيد جدا، أنا استعملناه في هذه الوصفة لأن الصفار مفيد جدا للشعر تاعنا، مرطب للشعر، مغذي يعني كأنه بروتين للشعر تاعنا. كذلك زيت الزيتون راه مفيد جدا للشعر. هنستعمل ملعقتين صغيرة من زيت الزيتون. زيت الزيتون هنا منعم للشعر ومرطب، كذلك يخلي الشعر تاعنا يعني يفتح لنا الشعر تاعنا، خاصة كي نستعملوه مع مواد يعني للصبغ. كيكون يعني كاين بنات يقول لك زيت الزيتون هو يغمق الشعر، ولكن كي نستعمليه وحده، ولكن كي نستعملوه مع مواد اخرى لصبغ الشعر راح يعمل على تفتيح الشعر. كذلك راح نستعمل زيت اخر مرطب ومنعم ويحمي الشعر تاعنا ويقيه ويعتني به، واللي هو زيت جوز الهند. راح نستعمل ملعقة واحدة فقط. بالنسبة للناس اللي دايرة يعني لون اصفر وباغية تخلي هذا اللون تاعها يعني يروح للداكن، هنايا يعني تجنبي انك تستعملي زيت الزيتون، لان زيت الزيتون يخلي اللون تاعنا يعني يخليه لون برتقالي. لهذاك هنايا راح تنحي زيت الزيتون واستعملي زيت جوز الهند فقط. ثم بعد ما نخلطوا جيدا راح نزيد البلسم. يعني هنايا هذا ابخي شامبو، اي ابخي شامبو تستعملوه. نستعمل 4 ملاعق صغيرة. اي ابخي شامبو عندك في المنزل تاعك استعمليه، ليسونسيال يعني يكون يفرد لنا الشعر تاعنا، يعني يفرد الشعر وينعمه ويرطبه. هذه هي يعني الصح في الابخي هنايا في الصبغة تاعنا، على نستعملو فيها الابخي شامبو باش يخلي الشعر تاعنا منفرد. مع المكونات اللي استعملناه يعني الشعر راح يكون منفرد زيوت. ثم نستعمل يعني كريمة مؤكسدة باش تعطينا اللون، يعني لازم نستعملو كريمة مؤكسدة. انا استعملت الفوليوم يعني 30، تقدروا تستعملو فوليوم يعني 40 اللي الشعر تاعها متخرج فيه الصبغة. راح ندير ملعقتين صغيرة من الكريمة المؤكسدة او اكسجين كريمي اللي نستعملوه في الصبغة هنا. يعني عوض ما نستعملو صبغة استعملنا هذه المواد الطبيعية وضفنا لهم الكريمة المؤكسدة. يعني وصفة تعتني بالشعر وما راحش تضر بالشعر تاعنا عكس الصبغة الكيميائية. ثم راح نضيف يعني مكون اخير واللي هو المكون اللي راح يخلي الشعر تاعنا يعني باللون البني. هنا يستحسن ان نستعملو قهوة يعني سريعة الذوبان، نستعملو نسكافيه. انا استعملت القهوة اللي عندي في المنزل فقط، يعني القهوة تاعنا العادية. ثم تقدروا تستعملوا النسكافيه لان احسن من القهوة العادية، لانها سريعة الذوبان وتخلي اللون تاعنا يخرج احسن. يعني هذه هي الوصفة تاعنا سهلة. نستعملوا ملعقة واحدة من القهوة، واللي يعني تستعمل نسكافيه استعملي كيس واحد، واللي عندك علبة استعملي ملعقة واحدة من النسكافيه لانها سريعة الذوبان وماش تدي منك وقت، وكذلك يعني حتكون سريعة سهلة في غسل الشعر بعد استعمالها، لانها القهوة يعني العادية راح تحصل لنا في الشعر تاعنا، ولكن النسكافيه راح تذوب بالخف وماش تحصل لنا في الشعر تاعنا. يعني هذو فقط نصائح. انا كنت عندي قهوة عادية، استعملتكم قهوة يعني عادية فقط، ولكن النتيجة راح تكون يعني راح تكون نفسها بالمداومة. يعني مستعمليش هاد الوصفة غير مرة واحدة فقط، قولي ما خرجتليش، يعني لازم تستعمليها مرتين
او 3 في الشهر، وراح تعطيك النتيجة خاصة اذا الشعر تاعك كان اسود، يعني كان غامق جدا، بني غامق جدا. يعني هنا باش تحصل على اللون البني الفاتح لازم يعني تكري هذه الوصفة، وراح تعطيك النتيجة يعني من اول استعمال، لانها وصفة رائعة جدا، وصفة هايلة فيها مكوناتها يعني الطبيعية المرطبة والمنعمة والمقوية للشعر تاعنا. راح نستعمل هذه الوصفة على الشعر الكامل، يعني اللي حابة تدير شعرها كامل واللي حابة النصف الاخير، راح نستعمل غير للنصف الاخير فقط. راح نستعملوا للشعر تاعنا هذه الوصفة، يعني راح نقوم ب توزيع هذه الوصفة على جميع انحاء الشعر، على خصلات الشعر، ثم نقوم بمشط الشعر تاعنا بمشط يكون الاخرين تاعه يعني عراض شوية، الاسنان تاعها عراض. هنا باش نوصلوا جميع يعني الوصفة تاعنا لجميع انحاء الشعر وخصلات الشعر، خلوها لمدة ساعة فقط. هذه الوصفة راح تخلوها لمدة ساعة، ثم تقوم بغسل الشعر جيدا عادي، ثم نقوم بغسله بالشامبو، وراح تشوف يعني النتيجة. واللي ما خرجت هذه النتيجة يعني نصحك باش تكري هذه الوصفة، راح تعطيك نتيجة، لأن اللون تاعك يكون غامق. والناس اللي دايره القماش يعني احسن انهم ما يستعملوش هذه الوصفه، لانها فيها زيت الزيتون، وزيت الزيتون راح يخلي الشعر تاعك يعني برتقالي، ولا هذه الوصفه راح تخلي الشعر تاعك يعني اللون البرتقالي. مستحسن انها يعني تنحي زيت الزيتون وديري زيت جوز الهند في مكانه فقط. هذه هي الوصفه تاعنا. وكذلك الاشقر فاتح يعني انصحكم ما تستعملوش هذه الوصفه، يعني الاشقر يعني البني الغامق فقط اللي بغات تفتح الشعر تاعها، وكذلك الأسود. هذه هي الوصفة تاعنا، أتمنى تكون عجبتكم هذه الوصفة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في رعاية الله وحفظه، للقاء في وصفة جديدة إن شاء الله مع مطبخ والذبير أم جنان. دمتم في رعاية الله وحفظه.